لها بحيازتها بعد الاتفاق، والخلاف أيضا على الجدول الزمني لرفع العقوبات الدولية عن إيران. مما لا شك فيه المفاوضات دخلت طريقا مسدودا، ولإنقاذها لا مفر من تمديدها. المشكلة هي أنه لا يوجد لحد الآن إجماع على ذلك، مما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام خيارات أخرى قد تنسف المفاوضات من أساسها. نوردين بوزيان، الجزيرة، فيينا. نقل مراسل الجزيرة في إسلام أباد عن مصادر أمنية باكستانية أن ما لا يقل عن 15 من مسلحي حركة طالبان قتلوا في غارة أمريكية بطائرة بلا طيار في منطقة داتخيل بمقاطعة شمال وزيرستان. وحسب المصادر استهدفت الغارة تجمعا لأعضاء الحركة وسيارة تابعة لهم. كان الجيش الباكستاني قد بدأ عملية واسعة النطاق بحق المسلحين في شمال وزيرستان منذ حوالي شهر. الآن إلى وقفة اقتصادية مع يوسف خطاب، ونتابع فيها الاقتصادات الصاعدة تسعى لإعادة بناء النظام المالي العالمي، كيف ذلك؟ الإجابة معك يوسف، صباح الخير. صباح الخير رنا. هي خطوة على مسار منافسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سنتابع المزيد. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن زعماء الدول الخمس في مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة وقعوا اتفاقا لإنشاء مصرف جديد للتنمية وصندوق لاحتياطات الطوارئ. جاء هذا خلال قمة زعماء المجموعة بمدينة فورتاليزا البرازيلية. وأوضحت روسيف أن رأس المال المبدئي للبنك يبلغ 100 مليار دولار، وسيتخذ من مدينة شنغهاي الصينية مقرا له، بينما ستكون الهند أول رئيس له. وشددت على أن بنك بريكس وصندوق الاحتياطات خطوتان مهمتان لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي. في المغرب ارتفع العجز التجاري لنحو 12 مليار و450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغت نسبة الارتفاع 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لكن رغم ذلك فإن الانتعاش الملحوظ للصادرات حد من تفاقم العجز التجاري، حيث تركزت الصادرات بشكل خاص على قطاع السيارات والإلكترونيات. هذا وزادت عائدات السياحة لتبلغ نحو 3 مليارات دولار، في حين تراجعت التحويلات النقدية للمغتربين لنحو 3 مليارات و300 مليون دولار، حيث يقدر عددهم بنحو 4,500,000 مغربي. ألغت الخطوط الجوية التونسية جميع رحلاتها نحو العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب أمنية. وتسير الخطوط التونسية 4 رحلات أسبوعية لطرابلس، وما يصل مجموعه ل 25 رحلة أسبوعيا لمختلف المدن الليبية. كانت ليبيا أعلنت عن فتح الملاحة الجوية بمطار معتيقة ومصراتة اعتبارا من أمس الثلاثاء، وذلك لتسهيل حركة المسافرين المتعثرة بسبب أحداث مطار طرابلس الذي يشهد اشتباكات بين مسلحين في محيطه منذ يوم الأحد الماضي. وفي أخبار الطيران أيضا، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن شركته ستطلب تعويضات من إيرباص عن تأخير تسليم 3 طائرات من طراز A330 العملاقة. وجاءت تصريحات الباكر خلال معرض فريمبرا للطيران في بريطانيا الذي شهد توقيع صفقات بمليارات الدولارات أبرمتها شركات طيران خليجية أكثر من غيرها. بعيدا عن بريق الأجواء التي تحيط عادة بمعارض الطيران، تدور معارك منافسة شرسة بين شركات صناعات الطائرات العالمية. معرض فرنبرا العالمي الذي يعد أهم موعد على رزنامة هذه الشركات لم يكن استثناء. غياب معظم شركات الطيران المدني والعسكري الروسي ترك المجال مفتوحا للشركات الأوروبية والأمريكية للتنافس على كعكة صفقات هذه السنة بالمعرض. فقد أعلن ديفيد جويس الرئيس التنفيذي للجنرال إلكتريك أفييشن أن الشركة تتوقع بلوغ هدفها للفوز بطلبيات والتزامات بقيمة 30 مليار دولار. وككل دورة من فرنبرا، سرقت شركات الطيران الخليجي الأضواء بالصفقات التي أعلنتها. فقد أعلنت شركة إلكتريك أفييشن أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على صفقة محركات لطائرات من نوع بوينغ 777X قبل تسليمها للخطوط الجوية القطرية، التي أعلنت مؤخرا عن صفقة لشراء 50 طائرة من هذا النوع. أما طيران الإمارات فقد أعلن عن طلبية بقيمة 56 مليار دولار لشراء 150 طائرة من هذا النوع، لتؤكد بذلك شركات الطيران الخارجي أهمية هذه السوق، لا سيما في ظل الركود الذي تعانيه معظم شركات الطيران الأوروبية والأمريكية بسبب الأزمة المالية.
انتهت فقرة الاقتصاد، عودة من جديد لرنا. السلام عليكم. شكرا ليوسف. في شأن ليس بعيدا عن الطيران، يتوافد السائحون في شهر تموز يوليو من كل عام على قرية أوبيدوس التي تبعد عن العاصمة البرتغالية مسافة ساعة واحدة فقط، وذلك للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية فيها ومشاهدة السكان وهم يحاكون أحداث التاريخ بأسلوبهم الخاص. تجربة تحاكي السفر في عربة الزمن إلى الماضي، أو زيارة موقع في هوليوود لتصوير فيلم عن حقبة العصور الوسطى، هي تلك التي يشعر بها من يزور قرية أوبيدوس البرتغالية وقلعتها التاريخية الشهيرة في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث يقيم سكانها مهرجانا يسترجعون فيه ماضي القرية خلال القرن الثالث عشر. ونظرا لقرب المكان من العاصمة لشبونة، فإنها تعتبر فرصة للسياح الذين لا يفوتون هذه الفرصة لمشاركة أبناء أوبيدوس متعة المناسبة وبهجة الاحتفال. أجد المتعة في ارتداء الملابس التي تعود إلى ذلك الزمن والانخراط مع الجموع في محاكاة التاريخ، وكأننا بالفعل نعيش في القرن الثالث عشر. في كل عام يتناول السكان قصة من قصص التاريخ الذي مر على قريتهم، ويتقمص شبابهم وشاباتهم شخصيات من لعبوا الأدوار الرئيسية في صناعة الأحداث. أما قصة هذه السنة فتتحدث عن الحصار الذي فرضه الأعداء على القلعة وثبات أهل القرية بالولاء لملكهم وصبرهم على الجوع والعطش ومكافأة الملك لهم بعد اندحار الأعداء بإطلاقه على قريتهم اسم قرية الأوفياء. جميل أن يشاطرنا البرتغاليون تاريخهم بهذا الشكل المبدع، أن يتحدث إليك التاريخ بنفسه من خلال تلك الجدران وتلك العمارة التاريخية. أما أبرز ما يترك أثره في الأذهان فهو براعة المشاركين، إذ عليهم أن يكونوا ممثلين ومؤرخين ورياضيين في وقت واحد ليستحضروا تاريخا غابرا ويجعلوه حاضرا بأدق تفاصيله أمام الجمهور. ومن الطقس الجميل في أوبيدوس إلى الأحوال الجوية والأعاصير في شرق آسيا، خالد صالح معنا لإطلاعنا على التفاصيل. خالد صباح الخير. صباح الخير رنا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. الإعصار رامسون الذي ضرب الفلبين خلال الساعات الماضية بإعصار من الدرجة الثانية وبسرعة رياح تجاوزت 180 كيلومتر بالساعة، عمل على هبوب رياح قوية السرعة لا شك وتساقط غزير للأمطار والأمطار الرعدية التي أثرت على معظم تلك المناطق، وكما عمل هذا الإعصار على حدوث الفيضانات وأيضا بعض الأضرار المادية، ويتحرك حاليا في الاتجاه الشمالي الغربي بعيدا اتجاه المحيط، لكن من المتوقع أن يضرب أولا جزيرة هنان في يوم الخميس أو صبيحة يوم الجمعة، ومن ثم من المتوقع أن يضرب المناطق الشمالية من فيتنام وبإعصار من الدرجة الثانية. خلال 24 ساعة القادمة من المتوقع أن يقوى هذا الإعصار ويتحول مرة أخرى إلى إعصار من الدرجة الثالثة، وهو يتحرك بسرعة تتجاوز 20 كيلومتر في الساعة، لكن من المتوقع أن يضرب جزيرة هنام بإعصار من الدرجة الثانية. كذلك والحال في هانوي التي من المتوقع أن تتأثر بهذا الإعصار أيضا بإعصار من الدرجة الثانية، ومن ثم يضعف تدريجيا ويتحول إلى منخفض استوائي، وذلك يوم السبت القادم. على ذلك تشهد بقية المناطق تساقط للأمطار، خاصة مانيلا التي من المتوقع أن تشهد خلال يوم 24 ساعة القادمة أيضا تساقط غزير للأمطار والأمطار الرعدية مصحوبة بدرجات حرارة معتدلة، بينما درجات الحرارة في بقية المناطق تتراوح ما بين الـ20 والـ30. أخيرا منطقة شبه الجزيرة العربية فرص مهيئة لتساقط الأمطار في بعض المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، بينما تشهد بقية المناطق طقس مشمس، درجات حرارة تكون في الأربعينيات تصل لتكون في أواخر الأربعينيات في الكويت خلال 24 ساعة القادمة،
وتنخفض درجات الحرارة في الحرارة لتكون في الثلاثينيات في بقية المناطق الجنوبية على صنعاء التي تشهد درجات حرارة معتدلة تكون في أواخر العشرينيات. أخيرا منطقة بلاد الشام تشهد أيضا درجات حرارة معتدلة تكون في العشرينيات عدا دمشق التي تشهد درجات حرارة تكون في منتصف الثلاثينيات. أعزائي المشاهدين شكرا المتابعة، عودة الآن إلى رنا مرة أخرى وتكملة ما تبقى من الجزيرة هذا الصباح. شكرا جزيلا لك خالد. لشهر رمضان المبارك ملامح في كل دولة من الدول العربية، تقرير التالي يبرز ملامح الشهر الكريم في مصر، يسلط الضوء على أشهر الجوانب الرمضانية التي عاشتها مصر على مدى العصور السابقة. كان المشهد الرمضاني في مصر على مر التاريخ الإسلامي غنيا يموج بالحيوية والتفاعل. ففي الدولة الفاطمية كانت الاحتفالات الرمضانية من أهم دعائم سياسة الدولة تجاه المصريين، فحولوا رمضان إلى مناسبة دينية واجتماعية زاهية. وفي عصر المماليك كان اهتمام الحكام بشهر رمضان يأخذ شكلا مختلفا، وذلك لحرص المماليك على الواجهة الدينية بعد إحياء الخلافة العباسية في القاهرة. وفي العصر العثماني كانت الاحتفالات الرمضانية تبدأ من ليلة ظهور الهلال، وكان الناس يذهبون إلى القلعة وهم يدقون الطبول، وبعد انتهاء الاحتفال يذهب الناس إلى المساجد لإقامة صلاة التراويح وينوون صيام شهر رمضان الكريم. في ختام جولتنا الإخبارية هذا الصباح نشير إلى أننا سنعيد بث برنامج المشهد المصري بعد التذكير بأبرز ملفاتها. إسرائيل تستهدف منازل قياديين في حماس، وارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 200 شهيد و1500 مصاب. تجدد الاشتباكات في مطار العاصمة الليبية طرابلس، والحكومة تلمح إلى احتمال طلب مساعدة دولية. بعد حبسه شهورا تبرئة رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل والإفراج عنه. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المشهد المصري وأهم عناوينها. جدل حول المبادرة المصرية للتهدئة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة. انتشار الظلم لا يصلح العمل، وانتشار الظلم يعني
شيء سيء جدا لمستقبل هذا البلد. الإفراج عن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق بعد تبرئته من حكم بالسجن لمدة عام. تقريبا كنت في نفس السيسي يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا التي ستشرف على انتخابات مجلس النواب المقبلة. الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح تصل إلى 8%.